إذن مشاهدينا في نفس السياق نصل إلى ملف نقاشنا لهذا الموعد الإخباري الأول لنهار اليوم والمتعلق دائما بافتتاح موسم الصيد البري في الجزائر. سنتكلم أيضا عن أهمية هذا النشاط للحفاظ على الثروة الحيوانية، ولإطراء هذا النقاش أكثر ينضم معنا عبر الهاتف السيد الزاهي عمار رئيس الفيدرالية الوطنية للصيد البري. صباح الخير سيدي. هل أنت في الاستماع سيد عمار؟ شكرا لتلبيتك الدعوة. بداية ومع افتتاح موسم الصيد البري الذي أشرف عليه وزير الفلاحة أمس السبت بولاية وهران، نتكلم عن أهمية ممارسة هذا النشاط واستئنافه ربما للحفاظ على الثروة الحيوانية وكذلك خلق التوازن في الغابات. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نشكر اول هو سيد رئيس الجمهورية اللي كان عهدنا باش يفتح الصيد في الجزائر ووفى بعهده، ونشكر سيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية الذي هو وفى بعهده، والحمد لله كان خدمة هذه 7 سنوات وفي الوطنية تحضر في الصيادين في تكوين، والحمد لله الان عندنا 27,000 صياد متكونه ومحصل على رخصه الصيد من طرف اداره الغابات. نعرفوا باللي هي الدوله اللي تقوم بتكوين الصيادين بالمساهمه مع الفيدرال الولائيه، والحمد لله هذا كان عرس كبير من السنه 36 سنه باش تكون المحافظه على التوازن البيئي في الايكو سيستم، لان كانت فيه اباده الحيوانات، تعدي على الغابات. الان اصبح الصيد مقنن برخصه الصيد، اجازه الصيد كراء غابات كراء اراضي. نشكر الدولة على الثقة اللي داتها في الصيادين والفيدراليات، ولات كل المياه لمجراها، ويولي الصياد يكفي الغابة وهو يحمي الغابة من الحرائق، من التعدي، من نفايات الشرب، من الصيد العشوائي، من التجار غير شرعي بالحيوانات. وحنا الآن متفائلين الحمد لله، عندنا ثقة كبيرة في الدولة تاعنا، ومازال هذا النشاط يولي مردودية للخزينة العمومية للدولة في خاصة الصيد السياحي والتجارة، يعني في وسط البلاد احنا عندنا الموازين الصيد، البدل، كل أحذية، كل الخراطيش، الأسلحة، كل حاجة. إن شاء الله يعود البت من جديد للبرمودي إن شاء الله، ويولي نشاط عندنا كبير إن شاء الله. نعم سيد زاهي عمار، ربما اللي الأكيد أنه ممارسة هذا النشاط وممارسة هذه الهواية، هواية الصيد البري، تتم وفق شروط معينة. الشروط المعينة في الصيد البري، أول حاجة الصياد يكون له يتكون من طرف إدارة الغابات، لأن الدولة الجزائرية المشرع الجزائري في قانون الصيد 047 المادة 9 تخول إدارة الغابات التي هي تقوم بتكوين الصيد، ما كانش قد يكون بتكوين الصيد إلا إدارة الغابات. كيف تتم ربما عملية تكوين الصيادين سيد زاهي عمار؟ تتم تكوين الصيادين عن حصة 3 أيام فيها الموندي ليجيسلاسيون، قوانين يقرروا الصيد، القوانين الحقوق الواجبه تاعو، يقرروا على تعريف الطرائد اللي سيدهم، يعرفوا تعريف كيف استعمال الاسلحه، والتعريف على الداخله والتامين، على السكوريزم، عنده ثاني اخلاقيات الصيد يقرروا عليها، كاين دي بروف تاع الغابات ما شاء الله، دي دكتور دي طرف في اختصاصاتهم من يكونوا، ومن بعد عنده عاود اكزامان امتحان ويحصل على شهاده تأهيل. تسمى الحمد لله احنا ربحنا لحد الان، هاد الناس كاع متكونين وهم يعرفوا كيفاش يحافظوا على الغابه تاعهم، كيفاش يسيروها، كيفاش كل حاجه. احنا ربحنا الفئه تاع الصيادين، لان كان انقطع 36 سنه، كانت الفئه اللي كانت عندها الاخلاقيات كانت مشات، جات فئه صغيره ما تعرفش الله غالب، ودروك هذه الفئه الدوله انزلت فيها وفورمات هاد لي شارشور ولاو يعرفوا باش يحافظوا على الثروه الحيوانيه والنباتيه. والحمد لله كي شافوا الدوله تجهزوا ووجدوا كانوا ماشيين يحلوا صافي لونطون. كي جات الكورونا والحاله تاع الغابات الدوله اخذت اجراءات باش تقل شويه، والان جا الوقت اللي كان عهدنا به رئيس الجمهوريه وهو مشكور ورئيس وزير الفلاحه، والان فتحوا الصيد لان الناس راها واجده مجهزه. بلادنا كبيره الحمد لله، راهي قاره. ونعطيك مثال، كاين دول اجنبيه اللي يجيو حتى 4 مليار دولار من مردوديه تاع الصيد مثلا في فرنسا، وحنا بلادنا راها قاره، مش راها قاره نقدروا بالك ندخلوا ميزانيه الدوله بلاجيستيون دو لاشاس ان شاء الله، ويكون في الخزينه العموميه ان شاء الله. بالحديث عن دفتر الشروط سيد زاهي عمار، هل
شروط ممارسة الصيد البري في الجزائر هي نفسها عبر مختلف الولايات أو نفس المناطق المخصصة للصيد؟ هل هي نفس الشروط أم تختلف من ولاية لأخرى؟ شروط واحدة، قانون الصيد 007 في المادة 6 يحدد شروط الصيد. أول حاجة رخصة الصيد، يجد الصيد يكون من خاطر جمعية يكون متأمن، هادو هما شروط الصيد اللي يكونوا عند الصياد. وعلى اليسار في الأراضي المأجورة من طرف الجمعيات، القانون تاع الدولة الجزائرية يسمح لك تكري على تيران دومانيال أو تيران كومينال أو الخاص، لأن الأغلبية تاع الطريدة تجي في الحقول فين كاين النبات والحبوب والماكلة تاع الطيور تنزلها، وتسمى تولي الفايدة للخاص والبلديات والضمان. يقد الجمعية تكرز عليهم الأرض هذه وتصنفت فيها نشاط تاع الصيد نشاط أورغانيزي. نعم، فيه ربما بعض الصيادين لا يحترمون قواعد وقوانين الصيد، هل فيه عقوبات تتخذ وتطبق ضد المخالفين لهذه القوانين سيد عمار؟ نعم، لأن القانون المشرع الجزائري عندنا قانون ما شاء الله من أحسن قوانين الصيد في العالم. المشرع الجزائري مد في القانون المادة 85 حتى المادة 95 فيه كل العقوبات، فيه الذي يخالف القانون أو يتعدى أو يستعمل وسائل ممنوعة أو يعاقب، ما عنده المشرع راه نصه حتى العقوبات واش هي، الغرامة المالية أو السجن أو هذه أو هذه، وكاين العقوبات الإدارية وهو طبعا قانون الجمعيات او القانون الاساسي في الاقصاء او الشطب او هذا الذي يخلق القانون، لازم تكون فيه ما تخليش يكون كاين عقوبات او انذار او تحسيس او هذا، اما العقوبات تاع البينال راهم باينين في قانون الصيد، اما العقوبات الاداريه من نوع الجمعيه او الفيدراليات او هذو راهم باينين ثاني اقصاء او شطب او تحسيس او هذو ثاني كاينين حسب القانون الاساسي والقانون الوطني للجمعيات. نعود للحديث عن نقطة مهمة أخرى والتي تعد خطوة هامة وأساسية لتنظيم هذا النشاط في الجزائر، نشاط الصيد البري، والتي تتعلق بمرافقة الصيادين. هل فيه ربما دورات تكوينية غير التي تجرى مع بداية موسم الصيد البري؟ وكل جمعية عندها حق باش تدير أيام تحسيسية وفيدراليات أو في الوطنية مع إدارة الغابات أو مع الضبط الوطني أو مع الأمن أو الجمارك فيما يخص الصيد الغير شرعي أو الاتجار بالحيوانات البرية أو التعدي على مواطنهم أو هذا. كاين أيام تحسيسية للناس بالصيد يكون متكون فيما يخص يكون عنده اقتطاف، ما يكونش عنده إبادة، ما يكونش عنده إيغويست، يكون يروح باش يدير الرياضة مش باش يكون جوندار بياكل لحوم. حنا ما خصناش، حنا عندنا باش نتمشى وندير الرياضة ونتلاقى الوزير لاشاس الوزير سي با حاجة باش نديو منها ولا كونتر، حنا نحطو باش نعطي للوزير ساسبي حاجة دي تكون باش تنزه، ولا لازم تدي ماكلتك معاك صوالحك، عندك البنزين تاع اللوطو عنده بزاف صوالح، عندك حاجة كيلو مستدريبة الفاكسان تاعهم صوالح، تسمى دون تو سا سان بليزير ورياضة أون مام طون، وفيها تبادل ثقافي مع الولايات وباش نعرفوا بعضنا بعض، وتكون كاين حماية تاع الثروة الحيوانية والنباتية على مستوى الوطن. نعم، فيه نقطة مهمة أخرى سيد عمار تتعلق برخص الصيد، ربما ما هي معايير تسليم هذه الرخص، رخص الصيد للصيادين دائما في قطاع الصيد البري؟ فيما يخص رخصة الصيد، رخصة الصيد هي رخصة تسلم من طرف الوالي أو من ينوب عليه أو رئيس الدائرة كما المشرع الجزائري في المادة 9 في المادة 8 ينص عليه، وهذه الرخصة تجي عن طريق تكوين 3 أيام، وهذه الرخصة فيها 10 خانات، وكل سنة لازم هذيك الخانات تفاليدا أو نيفو الإدارة لمدة السنة تهالك باش وتكون منخاط في جمعية باش قد تنشط في نشاط الصيد وتدخل الحقوق تاع الوتام برسوال حدهم باينين حاجة إجراءات إدارية، الدولة ما خد حتى حاجة فارغ في القانون الحمد لله كل شيء راه كاين. الآن لو كان خصنا الانطلاق فد القرار سيد رئيس الجمهورية وهو مشكور وفتح لنا الصيد، هذه الفئة اللي كانت كبيرة في الجزائر من قبل اللي صيدوا راهم ولاو الحمد لله في هذا بعد نشر الصيد من جديد، والحمد لله تكون عاد عندنا ثقافه جديده في حمايه الطرائد في حمايه الغابات
في التبادل الثقافي، وتولي عندنا ثاني في الصيد السياحي ثاني يعاود نجيب السياح باش تولي ماشي غير البحر والغابات والغوندوني، عاود كاين مجالات على الطيش لاشارج، شفت احنا لاشارج توريستيك هذه فيها كانت كاينه بكري كانت نعم تخدم والحمد لله، عاود احنا ولينا ان شاء الله مجيد وان شاء الله ربي يجيب لنا الخير ان شاء الله هذا العام البلاد ان شاء الله. نعم، يعني مع كل هذه الجهود للسلطات العليا في البلاد وكذلك الوزاره الوصيه وزاره الفلاحه، كذلك انتم كفيدراليه للصيد البري وكذلك الجمعيات التي تختص في الصيد البري، ربما ماذا تتمثل انشطتكم انتم كفيدراليه في للنهوض بهذا القطاع؟ احنا اول حاجه نشكر كل السلطات المعنيه وعلى راسها الدوله وخاصه وزاره الفلاحه ومدير عام الغابات والناس اللي ساهموا باش فتحوا هذا الصيد. احنا نعرفوا بلي هذا الصيد لازم تكون جيستيون، تكون نظام، يكون هذا باش نقدروا نوصل الاهداف، ونعرفوا بلي الولات هما اللي يتحكموا في كل ولايه حسب الطرائد تاعها حسب الجفاف حسب هذا، هما يتحكموا في فتح الصيد وهما اللي يعاونوا الصيادين، لان الصيد ما عندوش غير الوزير، عنده يؤدي ثاني مهام كبير فيما يخص تقديم الحيوان الضار كالخنزير الذي يتعدى الحقول وهذا، نيفيتيو باش الناس ما يديروش السموم وهذا، نقوموا بطرده او باقتطاف او بهذا، وثاني بعض الاحيان الكلاب الضاله اللي راهم يقعدوا في الشونتي هادو يعاودوا للناس الصباح، ولا نخدم مع البلديات، الجمعيه تاع الصيد عندهم دور كبير، ينظفوا الغابات، يحسوا عندهم دور كبير، الجمعيه تاع الصيد والفيدراليه الوطنيه تمثل كل الصيادين للهيئه المعنيه العاليه، والفيدرال الولائيه تمثل الصيادين للولايات المحليه، والجمعيه تمثل المستوى البلدي. دونك كاين كما نقولوا عن كل واحد على حسب لا كومبيتونس تاعو. نتكلم دائما سيد زاهي عمار رئيس الفيدرالية الوطنية للصيد البري ربما عن الآليات التي واجب اتباعها لتطوير هذا النشاط وتنظيمه، خاصة وأنه له أهمية كبيرة في الحفاظ على الثروة الحيوانية وكذلك أيضا يعني الحفاظ وخلق التوازن البيولوجي والبيئي في الغابات مع الحرائق يعني التي تشهدها العديد من المناطق الغابية عبر مختلف ولايات الوطن. فيما يخص محافظة على الثروة الحيوانية، نعرفوا بلي أن الصيادين الجزائريين لحد الآن راهم يباتوا في الغابة مع رجل الدرك ومع الغابات. عم يخدموا اون كولابوراسيون، يديروا دي بوست فيجي باش يعسوا يحسوا، لان الجزائر كبيره بزاف، ونظلوا لان لو كان تروح الغابه الصياد ما يقدرش يصيد، وعلى هذا سو لو بروني بروتكتور دو لا فوري ودو لا فون سوفاج وهو الصياد، لو كان ما يحميش مواطن الصيد وما يحميش الثروه الحيوانيه هذه راه ما يصيدش، لا ملزم باش يصيد باش يحمي هذا. ونعرفوا بلي على كل مستوى احنا الاخر لي زاسوسياسيون هادو راهم يقوموا بتنظيف الغابات قبل الاخر، ونشكر كل الفيدراليات على مستوى الوطن عندهم عمل جبار فيما يخص المحافظه وخاصه في فصل الربيع قبل ما ينوض الحشي ينطوي وحدوك الحشائش اللي تكون بالصفره تتبنى الزجاج هذوك لي بوتاي اللي يقصوهم في الغابه، كل ما هي حاجه يديروا لو نيسيسار تاعهم ويحطوا ثاني لي بوان دو، يوكلوا الحيوانات يوكلوا لو شاشو لو بريزافي بور شاشو لو بلون بروتكتور دو لا فون سوفاج وهو الصياد، اذا ما حماش هو ماكش اللي يحميه. هذه نعم في الختام سيد زاهي عمار رئيس الفيدرالية الوطنية للصيد البري، في ظل التهديد أو الثروة الحيوانية في الجزائر أصبحت مهددة اليوم وكذلك المناطق التي تمارس فيها هذه الهواية، ربما حدثنا عن أخلاقيات هذه الهواية وهذا النشاط وكلمة توجهها للصيادين. أول حاجة نشكر قيادة الدرك الوطني الذي قامت بعدة ورشات جهوية، وهم مشكورين على المجهودات الجبارة اللي قاموا بها فيما يخص مكافحة الصيد المحظور والتجارة غير الشرعي بالتنسيق مع كل السلطات المعنية من وزارة العدالة، مديرية الأمن الوطني، مديرية الجمارك، البيئة، المدير العام للغابات. ايام من التحسيسيات دير بها تقوم بها لاجوندارمي الدرك الوطني تاعنا على كل مستوى القياده الجهويه، الحمد لله مدت الثمره تاعها، ولاو الناس بكري ما كانوش يفهموا كيفاش صار يدير هذا، يتباهوا بالفوتو في الفيسبوك، يقتلوا الذيوبه، يقتلوا الحيوانات، دينا العمليه التحسيس عمليه الحمد لله الناس راها قلت وتوعات
وراها ولد باش تحافظ على الثروه الحيوانيه والخاصه الغابات، لان كانت كما كانش مفتوح الصيد، كانت كل واحد يصيد على الطريقه العشوائيه تاعو خارج الموسم وقت التكاثر. الان الحمد لله الناس ما يعرفوا لا سيزون دو شاس لا بيزود دو بلومو، ما يعرفوا بزاف صوالح، ولكن دي سونسينيجيتيك ثاني الجمعيه صار يمشيو الطرائد من مراكز التربيه الحيوانات والطيور ويديروا دي راشي يتعلموا يديروا دي راشي بور لو بلومو باش يتكاثروا في الغابه. والحمد لله ان شاء الله بهذه الطريقه هذه ونزيدوا كل ما نقلعوش عمرنا ما نوصلوا. بهذا الديماراج انا غادي نشوفوا الفقرات اللي عندنا شويه في هذه التنظيمات الحمد لله نسجدوهم. ونشكر كل السلطات الجزائريه التي ذات ثقه في الصيادين وبعثت السيد المجديد، وراهم نشكروا خاصه رئيس الجمهوريه وزير الفلاحه مدير عام الغابات وكل المعنيين، وصانو في بليزير لي شارشاز وكل الناس عندهم ثقه في الدوله تاعهم الحمد لله. السيد زاهي عمار رئيس الفيدراليه الوطنيه للصيادين، شكرا على كل ما قدمته لنا.